أيها الإخوة الكرام، لو استقرأنا عددا من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا أن هذه الأدعية تسير على مراحل ثلاث، قد يتقدم بعضها على الآخر. في هذه الأدعية لا بد من تمجيد الله وتعظيمه، ومن هذه المراحل لا بد من إعلان التذلل إلى الله والاستكانة، ثم لا بد من ذكر الطلب، تعظمه وتفتقر إليه وتضع حاجتك عنده. أوضح مثل على ذلك فاتحة القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الآن إياك نعبد وإياك نستعين، نحن يا رب ضعفاء، لا نقوى على طاعتك إلا بمعونتك، ثم نضع حاجتنا بين يديه: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. فنادى في الظلمات سيدنا يونس: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تمجده، تعظمه، ثم تتذلل له، ثم تضع حاجتك عنده. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. إذن من استقراء أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي كثيرة جدا، يتضح أن ثلاث كليات في الدعاء: الكلية الأولى تمجيد الله وتعظيمه، والكلية الثانية الاعتراف بالذنب وإعلان العجز والافتقار إليه، ثالثا نسأله ما نريد. تقدم لحاجتك بافتقارك إليه وتعظيمك إياه، تقدم لحاجتك بافتقارك إليه وتعظيمك إياه. من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الإنسان إلى حد ما يشبه ثوباً، فالمؤمن ثوبه أبيض ناصع، فأي شيء غريب عليه يظهر بوضوح، فلأنه مستقيم، لأنه مخلص، لأنه متخلق بأخلاق الإسلام، أي خلل في سلوكه يبدو صارخا. أما في إنسان ثوبه كان أزرق اللون من الوحل والزيت والقذارة ليس له لون، فمهما وضعت على هذا الثوب من الدرن لا يبدو شيء، هو أصبح درنا. لذلك هذا معنى قول الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. مجرم، الأخطاء الصغيرة لا تظهر عليه أبداً. إذاً نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الثوب الأبيض نصاعته واضحة، فما عليه من أشياء غريبة تبدو واضحة أيضاً. وبالمناسبة الذنب كلما كبر عند صاحبه صغر عند الله، وكلما صغر عند صاحبه كبر عند الله، فاستصغار الذنب ذنب آخر، استصغار الذنب ذنب آخر. وعلامة الإيمان أن المؤمن يرى ذنبه وكأنه جبل واقع عليه، وكأنه جبل واقع عليه، بينما المنافق يرى ذنبه كالذبابة.
فيمكن أن تمتحن إيمانك من تصور الذنب الذي تقترفه، فلو كان الذنب عندك كبيرا فهذه علامة إيمان تب من هذا الذنب، أما إن كان الذنب عندك صغيرا فهذه علامة نفاق. ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. التسبيح أيها الإخوة في أدق معانيه يعني تنزيه الله عز وجل عن كل نقص لا يليق به، عن كل نقص وعن كل ما لا يليق به. التسبيح يعني تنزيه الذات الإلهية عن كل نقص وعن كل ما لا يليق بمقامه الألوهي. ثم التسبيح هو التعظيم، يعني أنا مثلا لا يمكن أن أمدح ملكا فأقول لا يكذب لا يسرق، لا يكفي هذا، هذا من سوء الأدب. ينبغي أن تنزهه وأن تعظمه وأن تمجده، فالتسبيح يشمل التنزيه والتعظيم في وقت واحد. ثم إن التسبيح من معانيه العملية الخضوع لله عز وجل، تسبح بمعنى تنزه وتمجد وتخضع. فإذا قلنا سبحان الله ننزهه ونعظمه ونخضع له، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الجد هو العظمة، والجد هو الذكاء. في بعض الأدعية: لا ينفع ذا الجد منك الجد. مهما كان الإنسان متفوقا في ذكائه فهذا الذكاء لا ينفعه مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. يعني مثلا لو أن أبا لهب بشكل تمثيلي قرأ الآية: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. هذه السورة نزلت في حياة أبي لهب قبل أن يموت. لو أنه بشكل تمثيلي جاء وأعلن الشهادة أمام رسول الله لعطل القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء حتى يملك إرادتنا. آية أبلغ من هذه من زاوية واحدة، يقول الله عز وجل: سيقول السفهاء. الله عز وجل وصفهم بأنهم سفهاء، سفهاء. سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. طيب لو أن هؤلاء السفهاء وقد وصفوا بأنهم سفهاء سكتوا لأبطلوا هذه الآية، سكتوا فقط لعطلوا هذه الآية، لكن الله كما يقال طريق الإرادة. يعني مهما كان إنسان ذكي حينما ينقطع عن الله يرتكب حماقات يترفع عنها الصبية، وهذا من عظمة الإيمان. أنت حينما تؤمن يلهمك الله الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وحينما تنقطع عن الله يلهم الإنسان الحمق، والذي تسمعه من حماقات في التصريحات ومن حماقات في التصرفات شيء طبيعي جدا لكل إنسان مقطوع عن الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذه الحكمة لا يؤتاها إلا المؤمن، والحكمة أيها الإخوة أكاد أقول من أعظم عطاءات الله للإنسان. إنك بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة تشقى بزوجة من الدرجة الأولى. أنت بالحكمة تجمع المال
وبالحمق تبدده. أنت بالحكمة تكسب الأصدقاء وبالحمق تخسرهم. أنت بالحكمة تلقى محبتك في قلوب الناس، ومن دون حكمة تلقى كراهيتك في قلوب الناس. يكاد هذا العطاء يكون أعظم عطاء من الله عز وجل. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والإنسان ولو كان ذكيا قد يدمر نفسه بيده. قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم فاعتبروا يا أولي الأبصار. مع الله ما في ذكي، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قد تجد طبيب متفوق جدا في اختصاصه، متفوق ومعتد، وواقع في وهم أنه لن يصاب بمرض هو اختصاصه. المفاجأة أن هؤلاء الكبار في اختصاصهم يصابون بأمراض من صلب اختصاصهم. يعني زرت طبيب قلب بأمريكا في الأربعين، يعني أمور منتظمة بشكل يفوق حد الخيال، ومع ذلك أصيب بآفة قلبية. لا لأنه لا يعتني، لا، لأن الإنسان حينما يتعمق في العلم قد تزل قدمه فيعتد بعلمه وينسى أن المسلم هو الله، فيؤتى الحذر من مأمنه. إذن لا ينفع ذا الجد منك الجد. الأمور ليست بالاحتياطات ولكنها بالتوفيقات، والتوفيق بالاستقامة. أنت حينما توفق يخدمك عدوك، وحينما لا توفق يتطاول عليك أقرب الناس إليك. إذا وفقك الله خدمك أعداؤك، وإذا تخلى الله عنك تنكر لك أصدقاؤك. إذن سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ربما قال عليه الصلاة والسلام في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. خشع لك أي سكن لك، سكن لك أي استسلم لك، خضع لك. فالمؤمن من أولى صفاته أنه مستسلم لله عز وجل، والكافر من أولى صفاته أنه يتأبى على الله عز وجل ويستنكف أن يعبده. والقاعدة أيها الإخوة، أنت حينما تتذلل لله عز وجل وتخضع له وتنساق إلى أمره يرفع الله لك ذكرك، وحينما تتكبر على من أوجدك من عدم يذلك إذلالا لا يوصف. ومن يهن الله فما له من مكرم. بقدر ما تفتقر إليه وتعلن حاجتك إليه وتمسح جبينك في أعتابه بقدر ما يعزك. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. وإذا أعز الله عبدا كما قلت خدمه أعداؤه. يعني مرة رجل أقطع الخليفة الذي أتى قبل عمر بن عبد العزيز، أقطعه أرضاً كبيرة، فلما جاء عمر أخذها منه واستردها لبيت مال المسلمين. بعد عمر جاء خليفة ثاني، جاءه هذا الذي أقطع أرضاً ثم أخذت منه، يقول لابن الخليفة الذي استردها منه: إن فلان أقطعني أرضاً، وإن جدك رحمه الله تعالى أخذها مني. قال له: يا سبحان الله، تترحم على من أخذها منك ولا تترحم على من أعطاك إياها؟ هو استرد هذه الأراضي بالحق، فأكرمه الله ورفع ذكره. والإنسان بحاجة إلى ما يسمى بتأكيد الذات. كل إنسان بحاجة إلى أن يكون إنسان مهم، له شأن، له مكانة. أقصر طريق لتلبية هذه الحاجة الفطرية
أن تكون مطيعاً لله عز وجل، لأن الله يرفع لك ذكرك ويعلي قدرك ويلقي محبتك في قلوب الخلق، والحمد لله رب العالمين.